السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. هذا النهار غادي نقدم معاكم واحد الفطيره، بغيت نديرها للفطور، نفطر بيها انا وولادي. وقلت علاش ما شاركهاش معاكم؟ اللي كتوجعوا لي سطومه ما ياكلش الحرشه يدير هاد الفطيره، راها زوينه وبنينه وغادي تعجبه. اللي عنده القمح كيديرها بالقمح، واللي ما عندوش القمح ولا الفارينة ديال البلاد اللي كتحصدوها على يدكم، واخا يديرها اللي ما عندوش يدير غير الفرص هكا عادي، فارينة عادية هكا. واللي بغى يزيد معاها شوية الفينو يزيد، ولا شوية الحرشة. واللي كتوجعو لي سطوما ما يزيد حتى شي حاجة، يديرها بوحدها. عندنا شوية ملحة سنيدة وداك شي اختياري اللي بغى يديرها، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، اللي ما كياكلش السكر. واحد نص كاس ديال زيت العود، وتابعوا معانا. واللي ما بغى يدير معاها واحد شويه ديال الحرشه يديرها، ماشي مشكل، بصح اللي كتوجعوا لي سطوما بلا ما يديرها. هادي انا راه كتوجعني لي سطوما، ما عمرني كليت الحرشه ما كنقدلهاش، كتوجعني كندير هادي ما كتوجعني ما والو، كندير غير فورس بوحدو. ولا رشقت لي نرمي معاه واحد شويه ديال الحرشه، ولا ما رشقتليش ما نديرهاش، كنديرها بوحدها كتجي مقرمله وتجي زوينه، ما كتوجع ما والو. وتابعوا معانا، عندي شويه ديال الفينو غادي نزيدو. الحرشه راه ما كنديرهاش كتوجعني، انتوما تابعوا معايا. ملحه، هاد المعلقه كبيره ديال سنيده، واللي ما ياكلش السكر ما يديرهاش، هانتوما تابعوا معانا. عندي واحد نص كاس ديال زيت العود، اللي بغى يدير زيت الروميه يدير ماشي مشكل، بسم الله. وعندي الماء، بسم الله. جربوها راه ما غادي توجعكم ما والو، راه كتجي بنينه وكتجي زوينه وما كتوجعش. ما الحرشه اللي كيوجعوا المصران ولا لي سطوما راه كتزيد تكمل عليه. بسم الله بسم الله بسم الله. وراها ما كنعجنها ما والو، غير كنجمعها ونحيد باش تجي مقرمله. تابعوا معانا وغيجربوها ان شاء الله، راه غادي تعجبكم. هكا راني ما كنعجنهاش، ها هانتوما راني غير كنعجن نجمعها صافي هكا. هانتوما خواتاتي، انا راني كندير تبع العاده ديال زمان ديال جدودنا، كنقرص في الطبق. بسم الله. هانتوما خواتاتي، هاني كرستها، هي هادي، ها هي. ودابا راني غادي نديرها طيب ان شاء الله، وغادي نعاودو نتلاقاو. هاني خواتاتي، هاني درتها طيب، ها هي كطيب، وملي غادي طيب ان شاء الله غادي نوريها لكم كي غادي تجي دايره، راها كتجي زوينه وكتجي بنينه. ومن الاحسن ترقوها باش
ما كتغلطش الواحد الا درتوها رقيقه ويابسه ما كتغلطش. ها انتوما واللي كيبغيها رطبه خصو يخليها شويه غليظه، وما تنساولهاش الزيت، زيت العود ولا زيت الروميه غير كيف كيف اللي درتوها هي هذيك، الزيت راه هي اللي كترطبها. ها انتوما هي غادي تطيب ونعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي دابا الفطيره ديالي هي طيب، هي قريبه طيب نحيدها، وراني دايره اتاي ها هو يتجمر ها هو باش نفطرو. وبغيت نشارك معكم هذا الفطور وتابعوا معانا. هانتوما خواتاتي دابا راني وجدت الفطور ديالي، رحنا بغينا نفطرو بغينا نشاركو معكم. ها الفطيره ديالي هي وجدت، راها كتجي مقرمله وكتجي بنينه. ها هي دابا راه حنا بغينا نفطرو ان شاء الله. حنا درنا زويده سمينه العسل فرماج شويه الزيتون، وكنتمنى يعجبكم الفطور ديالي، ولا عجبكم ديروا لايك وشكرا عليكم يا المشاهدين والمشاهدات دياولي، وشكرا عليكم بزاف وعاونونا بالبصمه. الله يرحم الوالدين، راه عندنا المشاهدين بزاف والبصمه ما كايناش، تعاونوا مع بعضياتنا حنا خوت. والله يرحم ليكم الوالدين وشكرا عليكم، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وخليتكم على خير ان شاء الله.